بحث المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء مع السيد فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين الخطط والمشاريع المحلية المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. نعم، ناقش الجانبان مشاريع التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية واهتمام الحكومة الموقرة بشأن تنويع واستدامة موارد الطاقة ووضع اسم مملكة البحرين على الخارطة العالمية للدول التي تبذل جهودا نوعية هامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إيمانا بأهمية ترجمة السياسات الوطنية والاتجاهات العالمية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة إلى مشاريع على أرض الواقع.